يأمل اللبنانيون في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة إلى تغيير في مسار الأوضاع في الشرق الأوسط. وأعرب العديد من اللبنانيين عن تطلعهم لأن يتم انتخاب الرئيس الذي سيميل إلى السبل الدبلوماسية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. يعني أنا بعتقد كونه عم تتطور كتير الحرب بلبنان، فأكيد أنا بختار الشخص بيناتهم يلي بفضل أنه يوقف الحرب، بفضل أنه تكون الحلول دايماً عم بتتجه للأساليب الدبلوماسية مش للحروب. الصراحة أنا برأيي مين ما يطلع يطلع، بالنهاية بأمريكا في نظام هو حاكم، ونحن كدولة ما لنا تأثير بأي لعبة خارجية كبيرة، ونحن حقل تجارب بالنسبة.